الاعياد في اوروبا والسويد. طبعا انا كنت من الناس اللي كثير انه عم بستنى العيد اول ما جيت هي، ومفكر العيد هو مراجيح وزحليطات وفتاش وطا طا طا مثل عنا، لانه ما كان عندي اي فكره او ادنى فكره عن الاعياد باوروبا وكيف بتصير، انه بس بابا نويل يطلع فقلت اكيد في عندهم عيد مثلنا. فاستغربت انه عندهم العيد كثير مختلف، كثير مختلف عنا، كثير. طبعا عيد راس السنه لما بصير العالم كله بتزين بيوتها وبتنزل، يعني نفس اللي بصير عنا كان بسوريا بس بشكل مختلف قليلا، انه هون بتحس فعلا انه كريسمس عيد جميل رائع، كلهم زي التلج. وخاصة انه هو بتذكر لما كنت شوف توم وجيري لما يحطوا حلقة الكريسماس وكذا، فكنت افرح هيك تلج، وكان معنا تلج لانه كل 10 سنين ينزل مرة، فهون كل يوم تلج، فهذا موضوع اللي كان مختلف. فأعيادهم يعني نحن بالعيد انه متعودين نعطي مصاري للأطفال كذا، يشتروا ألعاب كذا، يجيبوا لها، فلا عندنا أطفال وعندهم عيدهم بشكل مختلف خاصة بالسويد. شلون الطفل بيحصل على هديته؟ رح لكم كيف. بيستعد الطفل قبل يوم العيد، بيكتب ورقة، بيعطوه ورقة الأهل وقلم، بيكتب 10 أشياء لازم يختاروا الأهل منها شغلة. فهو الطفل بيكتب 10 أشياء الأهل راح يجيبوا له منها وحدة، ففي شغلات بحبها، أوكي مسدس، فرد، مي، كمبيوتر، لابتوب، تليفون، كذا، وبيعطيها إياهم للأهل. فالأهل بطلعوا على الورقة وبختاروا شغلة منها وبجيبوا لهم اياها للطفل تكون مناسبة له. فهيك عندهم الهدايا، هيك بتصير. نحن لا، نحن عندنا غير جو الفتاش والعيد وطا طا 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 وقصص الاكشن وزيارة الاهل والف قصة، وهن عندهم هذا الشيء. يعني بالاعياد بزوروا بعض وبيطلعوا وبسهروا مع بعض وكذا والقصص، فما حسيت في اختلاف كثير. هو مو كثير ابدا مو كثير. نحن بس شيء 50 مرجوحة بالارض، اجار الموتورات، اجار البسكليتات، اجار الاحصنة، الف قصة قصة، الموتور، السيارات، الأطفال، كل شيء. فهن ما عندهم الأشياء هاي، هن عندهم بطلعوا مع أهلهم دقيقتين ثلاثة انبسطوا وفرحوا لعبوا مع بعض بالبيت لأنه برا تلج كتير وبرد، وهذا هو العيد. أخذوا هديتهم خلص. عندك في عيد الأضحى، عيد الكبير مثلا 3 أيام 4 أيام خواريف والدنيا وألف قصة، فهي قصص محرومين منه هون نحن للأسف. بس لما عم نشوف إنه أعيادهم كتير إنه هيك متناسقة وحلوة، فأنا عم انبسط كتير وعم أفرح قديش إنه حتى العيد عندهم هيك تك 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 كل شيء. إنه أوكي حبيبي بدك هدية، نقي 10 شغلات اشتريها، يعني منشري لك منه شغلة، نحن بدك هدية حبيبي، خذ مصاري، خذ حبيبي، وين ما بتروح لعند الأهل كله وزع لك شوكولاتة، وبتاخذ معك كيس وبتلم هالشوكولاتات والراحة والبسكوت من الكل وكلها. هي هون لا، هي بتلاقيها الشوكولاتة بس بالهالوين، بتتنكر بتدقدق له بالبواب وبتاخذ شوكولاتة بتطلع. اما عندنا هيك بتلاقي وين ما بتروح اكل وشوكولاتات وبسكوت والف قصة. فهذا الاختلاف، يعني في 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 اختلافات ثقافية وحضارية. فما بعرف انت حبيت العيد بأوروبا ولا حبيته بالوطن العربي؟ الوطن العربي له نكهة خاصة بالعيد اكيد، يعني في في هيك فما علي كيف بدنا ما بدنا. بس أنا بالنسبة لي يعني أنا بعجبني العيد ببلدي، وبتمنى إنه يكون أول الناس اللي راح ترجع على سوريا بس توقف الحرب، ونحتفل بالعيد ونحتفل بالسلام ونحتفل بالحب. تحياتي، السلام عليكم.